Cut. Hi guys. آخر دقيقة قررت إني أسافر الكويت وحيل مستانسة لأني راح أشوف أهلي ونحتفل بعيد الوطني الكويتي، واخترت قطع من شيئين، فتعالوا معاي وشوفوا شو نختار. إن شاء الله عجبكم لوكاتي من شيئين، ولا تنسون تشاركونا لوكاتكم ليوم العيد الوطني الكويتي، وكل عام ودولتي الحبيبة الكويت بألف خير.